السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم ترحيب، وكذلك الترحيب بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة، نتابع مع ضيوفنا في الاستديو مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم، استكمال المرحلة الأولى من برنامج المطار الذكي بمطار حمد الدولي، انطلاق نسخة جديدة من مسيرة السكري، وزارة الداخلية تفتتح مكتب خدمات اللجنة العليا للمشاريع والإرث. مشاهدينا الأعزاء، نبدأ معكم حلقة اليوم من برنامجكم ترحيب بلقطات من أمطار الخير والبردي اللي هطلت اليوم على منطقة الزبارة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير على البلاد والعباد بإذن الله، وإن شاء الله يكون هذا الموسم موسم خير على قطر وأهل قطر بإذن الله. بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، استكمل مطار حمد الدولي المرحلة الرئيسية الأولى من برنامج المطار الذكي، وهو ما يتيح لأكثر من 25% من مسافري الخطوط الجوية القطرية من استخدام خدمات التسجيل الذاتي للمسافرين وتسليم الحقائب. للمزيد حول البرنامج وأهميته وآخر التطورات بالمطار، أسعدنا أن يكون معنا السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية والتسوية في مطار حمد الدولي. مرحبا بكم، مسهلا. يا مرحبا، حياك الله. عندك حياك الله أخوي عبد العزيز، سعداء بوجودك، أيضا سعداء بعطائكم المستمر الحقيقة دائما وأبدا. وناخذ فكرة عن هذا البرنامج، البرنامج الذكي. طبعا البرنامج الذكي أو المطار الذكي طبعا انطلق في مايو 2016 تحت رعاية سمو رعاية معالي رئيس الوزراء، وكان انطلاقته وهدفه أولا وأخيرا طبعا المطار عنده استراتيجية واضحة أنه يحاول يخدم المسافر بتكنولوجيا معينة، أنه يعطي ميزة حقيقة للمطار. وأساسا المطار الذكي هو طبعا واحدة من الاستراتيجية اللي كان المطار يعتمد عليها اعتماد كلي، خاصة الآن في تيسير وتسهيل عملية خلينا نقول الوقت والجهد من الطرفين، سواء من المسافر أو من الموظفين خدمات الأرضية. نعم. عبدالعزيز، تم بالفعل استكمال المرحلة الأولى من هذا البرنامج، خلينا نتكلم عن اللي قدمه أو سيقدم هذا البرنامج. طبعا المرحلة الأولى هذه اللي أعلن عنها مطار حمد الدولي في 30 من الشهر اللي فات 2018 باستكمال المرحلة الأولية، اللي طبعا أعطت أكثر من 25% لخاصة المسافرين اللي على الخطوط الجوية القطرية،
وايضا طبعا ان شاء الله باذن الرحمن المرحله اللي بتكون عقبها راح تكون للخطوط العامله في مطار حمد الدولي يستفيدون من هذه التجربه هذه. نعم يمكن اخوي عبد العزيز نشوف نعم. بعض الصور الان نعم. على الشاشه هذا نعم. جهاز نعم شو الخدمات اللي يقدمها هذا الجهاز؟ طبعا احنا بس على اساس ان ارجع حق النقطه الاولى ان احنا حقيقه طبعا كنا مع الشركات العالميه اللي فعلا مدتنا بالتكنولوجيا هذه وعملنا شراكه معها. وايضا طبعا حاولنا نحط تقريبا 62 نقطه تسجيل و12 كشك. هذه الاكشاك حقيقه طبعا تساعد المسافرين والشخص انه يسجل يقوم بتسجيل بالتسجيل الذاتي ويصدر البطاقه بطاقه الركاب اللي هو البوردنج كارت واضف الى ذلك اي نعم ياخذ معه اللاصق اللي هو طبعا اللي يحطه على ايش على الشنطه واضف الى ذلك طبعا السرعه بين اللي كان عليه قبل والآن في اختلاف كبير يعني تكلم عن 40% في السرعة فهذا طبعا اللي احنا نحاول بقدر الإمكان ان نحسس فيه المسافر انك انت الآن باستخدامك التكنولوجيا هذه راح تحس بالفرق في عملية الوقت والجهد من الطرفين. جميل يعني احنا نتكلم يعني فيما بعد احتمال ما يكون في موظفين. شوف احنا اذا انا اقدر اطلع البوردنج وكذلك اللاصق حق الشنط والوزن هو التقليل ولكن انت ما تقدر تستغنى عن الايدي البشريه لان هذه طبعا ايضا طبعا احنا نحاول نعمل السبورت لاي سؤال لاي استفسار لاي يعني مثلا يجيك عند الوزن مثلا طبعا زايد ناقص لان فيه كمان الشنطه او شو اسمه هذا فيها شروط عرف شلون على حسب التذكرة اللي أنت موجود فبالتالي أنت إذا معه يعني مغطي كل الشروط فبتكون العملية سلسة. الأجهزة نعم. هذه ما تغطي الوزن الزايد أخوي عبد العزيز يعني إذا عندي وزن زايد. إذا عندك وزن زايد طبعًا تروح على إيش الكاونتر كاونتر العادي وتمشي أمورك ولكن طبعًا الأجهزة هذه وجودها صراحة طبعًا هو تحاكي العصر وتميز من مطار لآخر صحيح. فمجهود أو الاستثمار الموجود الآن في التكنولوجيا أصبح حديث العصر صراحة صحيح. نعم على طار التميز تم إضافة نقطة فحص نعم. آلية لسمة الدخول طبعا تستخدم المرة الأولى في مطار عالمي صحيح. فنتكلم عنها شوي طبعا هذه من ضمن يعني تميز أجهزتنا خاصة طبعا الأجهزة الموجودة الآن اللي تفحص الفيزا أو الفحص هذا أولا يريحك أنت كمسافر قبل لا تدخل عملية مثلا تخلص الأمور هذه اثنين تريح كمان الموظف الخدمات الأرضية أنه طبعا تحقق من الفيزا صلاحياتها على أساس أنه تتفادى عملية التأخير أو تتفادى عملية مثلا أنت تأخذ التأخير أو تأخذ مثلا المجهود كله وآخر شيء والله الفيزا ما بصالحة أو الفيزا فيها حاجة فهذه من الأشياء صراحة إيش اللي إحنا يعني حاولنا نضيفها وهذا تسعى في الطرفين أكيد صحيح في الوقت نفسه طيب هل خدمة المطار الذكي هي للمسافرين فقط أو هناك أيضا فئات تخدمها هذه التكنولوجيا الجديدة طبعا إحنا الآن التكنولوجيا أصبح الكل يحاول يطورها ويحاول يدخلها لأنها هي لغة العصر الآن فإذا تكلمنا عن المسافرين نعم إحنا حاولنا نعرف بالضبط احتياجات المسافر وعلى ضوء ذلك طورنا حاولنا نطور المطار الذكي إلى يعني خلينا نقول أول شيء الخدمة اللي نقدمها إحنا كمطار كخمس نجوم نعم ثنين عملية التطوير موجودة عملية التطوير موجودة طبعا إذا تكلمت أنت طبعا على هل الخدمة هذه تعم الكل نعم أي مسافر أي مسافر بيسافر في المطار أي واحد بيشيك ممكن يستخدم الخدمة هذه طبعا هذا بس على الخطوط الجوية القطرية إلى الآن حاليا يعني اللي يستفيد منها اللي هو مثل ما تفضلت مسافرين 25% من مسافرين خطوط الجوية القطرية الآن وإن شاء الله المرحلة اللي بتكون عقبها راح أيضا المجال بيكون واسع للخطوط الجوية العاملة في مطار حمد الدولي المسافرين عليه يقدرون يستخدمونه نعم ولا قطع أخوي أحمد خليني بس أتكلم عن النسبة هذه 25% من مسافري الخطوط القطرية يعني شوف أنا أتكلم لأن مو بالقطريين هو اللي يسافرون في مثلا جنسيات أخرى في عرفت شلون فبالتالي فيه تدقيق آخر صحيح عرفت شلون نعم. فبالتالي إحنا طبعا كبداية
نحاول هذه النسبة. نعم، ونحاول نشجع الناس لاستخدام هذه النقاط للتسجيل. انت تدري في البداية اكيد راح يكون يعني استخدام شيء بسيط يحتاج وقت. نعم، فمن كذي حتى احنا طبعا وضعنا ناس متخصصين موجودين هنا يعرفون اي استفسار اي سؤال اي حاجة، والله الحمد بدت الناس تستخدم النقاط هذه، بدت الناس حتى في الإيجيت بدت تستخدمها، فبالتالي هذا حتى يعفيك انك انت بكره يعني تقلل التكلفه، انك بدل توسع الكاونترات توسع هذه الجهاز هذا. فهذا طبعا شيء احنا حقيقه طبعا نسعى له، ونحاول نكون حتى شراكات مع الشركات العالميه. يعني احنا قريبا عقدنا اتفاق مع شركه سيتا، من احدى الشركات اللي حقيقه طبعا مهتمه في التكنولوجيا وتطورها، فقدرنا يعني حتى نحاول ان احنا نشوف شو الاشياء الجديده الموجوده اللي يقدرون هم يطورونها ونطورها مع بعض. ممتاز. نعم، هذه استراتيجيه والحمد لله رب العالمين. الله يقويكم. ماشيين فيها باذن الله. نعم، تماشي مع الخدمات الاخرى اللي موجوده مثل خدمه التشيكن عن طريق الاونلاين. نعم. هل في ضروره ان انا اذا سويتها مثلا عن طريق الاونلاين اني انا ارجع على الجهاز هذا، ولا خلاص اقدر اسويها على طول؟ لا، انت الاونلاين طبعا هذا واحد من الاشياء اللي تساعدك انت صراحه ان تاخذ حتى بس اذا انت وصلت هناك يعني هذا يعتمد على يعني مثل ما يقولون انت لما تسوي تشيك ان حق الشناط لابد انك انت يعني إذا أنت عندك فقط ما عندك وزن ما عندك حاجة it's enough. جهازك موجود يعني حتى عن طريق والعملية تكون أسرع. أسرع، لكن إذا أنت عندك مثلا شناط وزن. وعندك شو اسمه هذه أنت ممكن تستخدم هذا. طبعا أنا أشوف السرعة يعني أنا جربتها صراحة يعني فرقت كثير. أمانة هذا أهم شيء، يعني أنا كمسافر ألزم علي أن المطار اللي أنا جاية أي مطار في العالم أن أنا تكون اجراءاتي سريعه وسلسه وسهله جدا. صحيح. يعني حتى تكون راحه للمسافر. نعم. أحمد. مطار حمد الدول الان احنا نتكلم عن مع اضافه هذه الخدمه. نعم. تقريبا كل شيء فيه متطور الكتروني وسريع جدا، خاصه. نعم. ان في هناك اذا خلصت من التشيكن ورحت على الجوازات في هناك. نعم. عندك الموظفين هناك ايضا الكترونيه. نعم. صحيح. عندك. نعم. البوابة الالكترونيه. صحيح. فراح يكون. صحيح. مطار متكامل. نعم. واعتقد راح يسرع نسبه تسريع المعاملات بشكل كبير. هذا كلام صحيح طبعا. اكيد احنا كمطار حمد الدولي اكيد طبعا وجود وزارة الداخلية معنا ودعم الوزارات الأخرى نكمل كلنا بعض صراحة، وحتى في التطوير وحتى في نفس الوقت في الإضافات اللي يسوونها سواء من وزارة الداخلية سواء من الجمارك سواء من الخطوط الجوية القطرية. فبالتالي احنا طبعا نحاول نتكامل يعني نكون مثلث متكامل. أكيد. زين، الهدف من ذلك طبعا اسم قطر. أكيد. وفي نفس الوقت طبعا هذا خلينا نقول احنا المطار او الكيان اللي فعلا يعني سند الاقتصاد، وفي نفس الوقت هي جوهره او مثلا خلينا نقول واجهه والتقاء من الغرب للشرق. صحيح. يعني بوابه عالميه. صدقت. وحنا دائما نقول ان بتضافر الجهود يكمن هناك النجاح والتقدم وكذلك التطور والرقي. خليني ارجع لجائزه افضل مطار في العالم 2019. هل هذه الخدمه وهذا البرنامج المطار الذكي يخدم ويدعم في الحصول على هذه الجائزة 2019؟ طبعا احنا بس نرجع حق الاستثمار في التكنولوجيا، طبعا هذا مو شيء جديد على مطار حمد الدولي، سعى له من البداية والله الحمد يعني ثمرة هذا الجهد بدأت تطلع الآن، والدليل على ذلك حصولنا على المركز الخامس في 2018 كأفضل مطار في العالم من ضمن خمسة أفضل مطار في العالم. هذا كان 2018 طبعا من مرحلة من الإيش الخامس من السادس الخامس. أضف إلى ذلك طبعا إحنا ما زلنا محافظين كأفضل مطار رابع مرة على مستوى الشرق الأوسط ما شاء الله. وأضف إلى ذلك طبعا الآن خاصة طبعا وجود التكنولوجيا وجود الخدمات هذه، إحنا ما نسعى للجائزة نفسها، لكن احنا نسعى لتطوير وفي نفس الوقت ايش للبحث عن افضل سبل حقيقة طبعا ان نجعل مطارنا احنا يكون مميز. صحيح. في خدماته وفي ايش التكنولوجيا وفي الاستراتيجية اللي تطلع لها اللي يكون طبعا هو حاط الهدف لها سواء لكأس العالم سواء الرؤية 2030. نعم 2030. فطبعا وجود المطار الذكي وجود هذه التكنولوجيا
أعطتنا دافع آخر حقيقة على أساس أن إحنا نتميز عن المطارات الأخرى، أن الجوائز هذه ما هي إلا طبعا دليل على ثقة المسافرين وثقة الجهات هذه أن مطار حمد الدولي دائما في تطور، وتطور مو بأن أنت تقول والله أنا بسوي السنة، لا إحنا يعني كانت موجودة في الخطة والآن موجودة على الواقع. على الواقع، فهذا الشيء طبعا الحمد لله رب العالمين ميزنا، والدليل على ذلك وجود الجوائز هذه كلها اللي حصل عليها. نعم، هذه طبعا كلها يعني مثل ما يقولون ثقة المسافر وثقة الجهات هذه أن فعلا وجهة مطار حمد الدولي متميزة. نعم. وأنا طبعا أنتهز هذه الفرصة صراحة أن بما إحنا عندنا تصويت إن شاء الله ل 2019 بخصوص يعني تصويت المسافرين على أفضل مطار في العالم، طبعا احنا من قناة الريان نوجه الدعوة لكل المسافرين، لكل مشاهدين قناة الريان بالتصويت لمطار حمد الدولي، وفي هناك طبعا رابط وهذا الرابط موجود في السوشيال ميديا، ممكن تدش على السوشيال ميديا وتشارك أنت برأيك وتصويتك. هذا هو الرابط. نعم. ولا قاطع كلامك أخي عبد العزيز، أمامكم مشاهدين الكرام على الشاشة رابط التصويت لأفضل مطار في العالم، سواء كان مشاهدين أو متابعين أو حتى اللي دائما ما يستخدمون مطار حمد الدولي والخطوط القطرية، بالإمكان أيضا الدخول إلى هذا الرابط والتصويت لمطار حمد الدولي. نعم. بإذن الله أن يكون من أفضل المطارات في العالم، وهو أيضا من أفضل المطارات في العالم، ولكن دائما ما نطمح إلى المراكز المتقدمة. إحنا الآن نحتل المركز الخامس، ولكن نطمح للرابع، للثالث، للثاني، للأول، وهذا حق مشروع أيضا. وإحنا مصنفين طبعا كمطار خمس نجوم من تقديم للخدمات اللي نتميز فيها صراحة، ودائما مثل ما يقولون نحاول نسعى ناخذ أراء المسافرين، حريصين جدا، هذا اجمل شيء، اراء المسافرين على اساس ان انت كيف تطور مطارك، كيف تحط الاستراتيجيه، عن طريق ايش، من ملاحظات، من افكار، من الحمد لله. نعم. وخاصه يعني ان المطار، وخاصه في الوقت الراهن، المطار هو اول انطباع ياخذه اي شخص وهو جاي، سواء ترانزيت او داخل البلد، اول لفته ياخذها عن قطر، ايش هي قطر، ياخذها عن طريق المطار. أكيد. اذا شاف المطار هي متطور البلد. نعم. متطور الى هذا الحد، فياخذ فكره ان هذا البلد فعلا متطور. من المطار تبدا الوجه، حتى الترانزيت يبدا يفكر انه يزور هذا البلد وما لقاه متطور في هذا المطار. فاتوقع ان تميز المطار بشكل دائم والتطور الموجود في هذا المطار من جهودكم وجهد جميع العاملين فيه، اعتقد انه ضروري جدا، وبيض الله وجهكم عليه. لا والحمد لله. واضيف لذلك صراحه وجود خلينا نقول نسبه القطريين الان الموجودين، اللي هو التحدي الاخر ل 2022 وللتوسعه الجديده، هذا يعطي انطباع صراحه يعني ان فعلا المسؤوليه والقطريين لابد ان يتحملون المسؤوليه، مش يكونون وراء خلف الكواليس، لا يكونون للامام في الواجهه دائما، في الواجهه، في معرفه شو الاشياء اللي راح تقدم، وانت مو بعيب انك انت تاخذ وتتعلم وتطور. اكيد. فلله الحمد يعني. صحيح. هذه من الاشياء اللي فعلا المانجمنت يعني حرص ان نكون احنا كواجهه، وفي نفس الوقت فيه يعني مثل ما يقولون يعني راي للموظف انه فعلا يتطور ويشوف الأشياء. أكيد. هو دائما احنا يعني دائما نقول أن التكاتف سواء كان من الخارج أو من الداخل هو ثمرة. نعم. النجاح، الآراء والمقترحات أيضا، ممكن لأي شخص أن يحط المقترح أو أمر يساهم في التطوير في عند الأخوان في صناديق الاقتراحات، وأتوقع أن هذا الأمر موجود في جميع دوائرنا، سواء كانت في مطار حمد الدولي أو في جميع الوزارات والهيئات وكذلك المؤسسات. خلني أرجع لمطار حمد الدولي، هل هناك أيضا من مميزات أخرى سوف تضاف في الأيام المقبلة لمطار حمد الدولي؟ طبعا احنا نحاول إن شاء الله استكمال المرحلة الثانية للمطار الذكي، طبعا اللي هو بصمة الوجه إن شاء الله بإذن الرحمن، هذا راح يكون كمان إضافة جديدة اللي احنا نحاول من خلالها أن بتكون الإضافة هذه متميزة ويستفيد منها المسافر في إيش، الجهد والوقت نفسه من أول ما يدش المطار لغاية ما يركب الطائرة. الحين اللي هي بصمة اليد موجودة. بصمة اليد موجودة، ولكن النقاط هذه أو الأكشاك هذه ميزتها أنك أنت تغنيك عن تدخل أي شخص. أنت تخدم نفسك. تخدم نفسك بنفسك لغاية ما أنك أنت يعني
دش لين داخل اللي هو اللي الجيت مال الطياره. لكن المرحله الثانيه ان شاء الله اللي فيها استثمار كبير اللي هو عمليه بصمه الوجه، يعني راح تكون العمليه متكامله خلاص، يعني المرحله الاولى هذه يا سلام، المرحله الثانيه. فطبعا ان شاء الله قبل 2022 راح نشوف اشياء جديده كثيره بحكم التوسعه وبحكم ان المطار او الخدمات اللي راح تقدم فيها بتميز الله الحمد باذن الرحمن. اللهم امين. جرب يوفقكم دائما وابدا اخوي عبد العزيز الماسنا بالرئيس التنفيذي للعمليات التجاريه والتسويق مطار حمد الدولي، شكرا لك والجميع العاملين، ونترقب منكم ان شاء الله كل جديد. جزاك الله خير والشكر موصول لكم. بيض وجهك اخوي عبد العزيز والله يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، فقرات برنامج ترحيب مستمره ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا ومستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل تستضيف الجمعية القطرية للسكري عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فعالية مسيرة السكري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري. نعم، للتعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه الفعالية معنا اليوم الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري. حياك الله دكتور. حياكم الله. يا مرحبا بكم وسهلا، سعيد بتواجدك. الله حياك الله يا دكتور عبد الله، سعداء بتواجدك. الحقيقه يمكن احنا طلعنا على الهواء وكنت اناقش الدكتور في 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 مرض السكري وبالاخص السكري رقم 2 وكذلك السكري رقم 1، وهناك بعض المعلومات الحقيقه نبي نستشفها من خلال وجود الدكتور معنا في هذه الحلقه. ولكن ارجع الى اليوم العالمي للسكري ونتكلم عن دور ايضا الجمعيه في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا ابدا بنبدا تاريخيه عن بدايه الاحتفال باليوم العالمي للسكري، كيف بدأ؟ طبعا هو الجمعية الاتحاد الدولي للسكري مع منظمة الصحة العالمية اتفقوا على أن يكون هناك يوم عالمي للسكري، بدوا من عام 1991 بدوا الاحتفال سنويا. لكن هذا الاحتفال ما كان عنده القوة إلا بعد ما تعرفت الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكري كأحد الأيام التابعة للأمم المتحدة. كان في عام 2006، يعني الشيء بالشيء يذكر انه كان قطر من ضمن الدول اللي قدمت المشروع بالاعتراف بهذا، كان حوالي 40 دوله من ضمنها دول قطر يعني في المكتب قطر في الامم المتحده، وتم الاعتراف بهذا اليوم بالاجماع. هذا كان في 2006. 2006 كان طبعا صدر القرار في 20 ديسمبر 2006 وبدات الاحتفال كيوم عالمي للسكر للامم المتحده من 2007. نعم. طبعا هو ليش الهدف؟ ليش يحتفلون باليوم العالمي للسكري؟ طبعا هو اولا لانه صار المرض منتشر بشكل كبير جدا، يكلف الدول مبالغ طائله، يعني الان تقريبا اكثر من 600 مليار دولار سنويا يكلف العالم هذا المرض. بدا الاهتمام. طبعا هم دائما من خلال الاعتراف باليوم العالمي يناشدون الدول ان يكون هناك سياسه وطنيه لمكافحه هذا المرض، من خلال وجود خطط من خلال للوقايه من هذا المرض. طبعا قطر والجمعيه القطريه للسكري بداوا يحتفلون بهذا تقريبا من يوم 2006 بدانا نحتفل بهذا اليوم. نظم مسيره، اول ما كانت مسيره كانت في الكورنيش ثم انتقلت على سباير، والسنه اللي طافت بدانا في المدينه التعليميه. ممتاز. طبعا نحن ندعو في هذا المسيره ندعو كل طلاب المدارس الحكوميه والخاصه، المؤسسات الخاصه العامه والوزارات، وتكون هناك فعاليات من ضمن هذه الفعاليات تكون هناك عباره عن خيام. نعم هذه الصور دكتور. هذه الصور دكتور. تكون هناك في خيام نقيس نسبه السكر، نشوف ايضا عوامل الخطوره في بعض الناس. المشكله في 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 مرض السكري انه حوالي 50% ناس ينصابوا لكن ما يدري انه مصاب بالسكري. نعم. ويتفاجئ لما يروح مثلا المركز الصحي قال له والله انت عندك السكري، بس لا اعراض يا دكتور. في اعراض لكن مو بكل الاحوال انه يظهر الاعراض، في بعض الاحيان ما يظهر الاعراض وهي تكون المشكله. يعني على سبيل المثال يكون واحد والله مسوي رجيم ولا مسوي دايت ولا يمارس الرياضه وصار عنده سكر، بس ما يدري هو نزول الوزن اللي عنده يحس بالاعراض من الدايت او الرجيم لانه شيء جديد يعني. ولكن نعم. ولكن هو اساسا انه عنده سكر. قلت لك تفاجئ عند في المركز الصحي انه يقول الدكتور عندك سكر، فبالتالي تبدا مرحله العلاج.
طبعا هنا طبعا الفعاليات هذه ما في شك ان نحب نحاول نلفت النظر على اهميه هذا المرض. ستكون هناك ايضا بعض الاختبارات يعني المتعلقه بداء السكري من باب التوعيه. نعم. نعم، بالاضافه انه ان شاء الله خلال هالفتره بيكون هناك متعارف فيه عالميا انه كل دوله، هذا من التوصيات الاتحاد الدولي للسكري، انه كل دوله تحاول اضاءه اللون الازرق، اي معلم مشهور في اي دوله ان تضيء باللون الازرق على اساس انه يلفت الانتباه. يعني على سبيل المثال نحن بدانا في باضاءه اللون الازرق في المتحف الاسلامي. نعم. قبل حوالي 3 سنوات. ان شاء الله هاي السنه بيكون الشعله في 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 اسباير. فان شاء الله حتى شو الهدف من اللون الازرق؟ ليش تم اختيار اللون؟ ليش تم سؤال وجيه حقيقه. طبعا هو اللون الازرق هو لون الامم المتحده، وتعني هو لون السماء، هاي اللي تظل لنا السماء كلنا، كل العالم الموجود تحت هذه القبة، فأخذوا اللون الأزرق اللي هو لون الأمم المتحدة. المتحدة. نعم. نعم. نعم دكتور، يمكن اليوم هذا جدا مهم مثل ما ذكرت. نعم. أعطيتنا بعض نبدأ من الفعاليات اللي إن شاء الله راح تكون متواجدة في هذه المسيرة، لكن خلينا نتكلم أكثر عن الفعاليات الموجودة داخل. قلت لنا إن شاء الله بيكون في هناك دعوة لطلاب المدارس أيضا. نعم. الناس في دعوة عامة للناس أنها تجي على أساس أنه حتى اللي لا سمح الله ما عنده هذا المرض أنه يكون في هناك تجنب لهذا المرض ووقاية. نعم. أو الإصابة من هذا المرض. نعم. وأيضا بيكون فعالية لممارسة الرياضة هناك في بعض الشركات اللي تعطي نوع من الـ من الـ من 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 بعض مثلا مسابقات، لا زي مثل اللقاء، يعني نوع من اللياقه البدنيه، كيف مارس اللياقه البدنيه. آه. بحيث. نعم. ستكون هناك ان شاء الله بعض المدارس تقدم بعض العروض الخاصه، على سبيل المثال مثلا الجاليه الهنديه بتقدم نوع من اعراض اليوغا، انه احد اليوغا ايضا تعتبر من الـ يعني تريح الجسم بحيث انه يبعد عن كل الاستريس يعني. والاسترخاء وهذا ما في شك يساعد. أكيد. مرضى السكري. نعم. في طيب احنا قبل ما نخوض في هذا الموضوع، والحقيقه يعني بوجود الدكتور عبد الله الحمد نبي نستفيد بقدر المستطاع من هذه المعلومات. نعم. أبي بس ناخذ أو نوضح حتى للمشاهدين الفرق بين السكري رقم 2 والسكري رقم 1. نحن نقول النوع الأول والنوع الثاني. أو النوع. نعم. الأول والنوع. طيب. الثاني. هو. نعم. النوع الأول دائما يصيب، بشكل عام نتكلمه، دائما يصيب الأطفال. النوع الأول دائما يصيب الأطفال. هو الأخطر. هو الأخطر. ليش الأخطر؟ لأن يجي أن البنكرياس المسؤول عن إفراز الإنسولين اللي هو يحرق السكر في الجسم يتوقف تماما، وبالتالي لابد من إعطاء الإنسولين. إذا لم يعطي الإنسولين ترى يموت الطفل، يموت. فبالتالي لابد أنه يأخذ الإنسولين. النوع الثاني عدة حالات، إما يكون البنكرياس يفرز كميات بسيطة من الإنسولين، هذه واحدة، أو تكون هناك في إنسولين موجود لكن في هناك مقاومة ما يسمى بالمقاومة بالإنسولين، خاصة بالذات الناس اللي يكون عندهم سمنة، لأن السمنة يركز الدهون على الخلايا وبالتالي تكون ضعيفة للمقاومة، بالتالي أنه الإنسولين لما يبي يدخل داخل الخلية عشان يحرق هذا ما يقدر، المستقبلات الإنسولين ما تستقبله. ليش؟ لأنها تكون مغطاة بالدهون. معناها إذا 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 هذا الشخص اللي عنده سمنة خف الوزن ممكن يروح السكر. مو كل الحالات. مش كل الحالات. مو كل الحالات، خاصة إذا كان في هناك عوامل وراثية قد ينصاب بالسكري، فبالتالي لكن حنقول بشكل عام حتى الناس اللي عندهم احتمال الإصابة هذا، نحن دائما نحاول إنه 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 وجود المضاعفات، والمضاعفات ترى خطيرة جدا بالنسبة للسكري. تعرفون أخوة الإخوة إنه المضاعفات هي إصابة القلب، إصابة سداد الشرايين، سداد الشرايين، الكلية، اللي سرعة الكلى، اعتلال شبكة العين، حتى الكبار السن الغرغرين أو غيره. طبعا إذا كان لأنه خلاص الإنسان عندما تموت الأعصاب الإنسان ما يحس بأي أي أي جرح في جسمه، ما يحس فيه. نعم. لأنه صعوبة شفاء الجرح وصعوبة أيضا شفاء الجرح، بالتالي لأنه ما في يكون هناك حتى امتداد بالدم بالأوردة اللي تغذيه بالدم، والدم اللي فيه أكسجين وفيه مواد غذائية. نعم. للجرح. نعم. طيب ورقاتك ما يسمح لي أحمد، لأنه هي نفس النقطة. نعم. الآن يمكن بعض الأشخاص يقول، وبالذات المصاب بالنوع الثاني. نعم. يمكن بعض الدكاترة وجه له رسالة أن إذا ما حافظ على مستوى السكري قد يتوقف البنكرياس بشكل تام وينتقل إلى النوع الأول. لا، ما العلاقة. خلينا أوضح، النوع الأول قلنا إنه البنكرياس يتوقف تماما، أما قضية العلاج يختلف. هو بشكل عام إنه الشخص اللي مصاب الأول
مصاب النوع الاول ياخذ انسولين، انتهى الموضوع، ما ياخذ لا حبوب ولا انسولين، سواء كان انسولين او سواء كان عن طريق المضخه الصناعيه. احنا نركب عندنا في قطر حوالي اكثر من 300 طفل عندنا في قطر يركبون المضخه الانسولين، واسهل واريح لهم وهذا. نعم. اما النوع الثاني لا، النوع الثاني البروتوكول في علاج النوع الثاني، اول انه يكون واحد يقول لك والله احتمال انك تصاب بالنوع الثاني، اول لابد انه يمارس الرياضه، ثانيا الاكل الصحي يخليه فتره، لانه في بعض الاحيان عندما ياكل اكل صحي ويمارس الرياضه يرجع الى حاله الطبيعه، نسبه السكر في الدم يعود الى المستويات الطبيعيه. سبحان الله. في بعض الاحيان ولذلك دائما نقول شنو؟ نقول والله يا اخي دائما كل فتره يعني تعال تمارس الرياضه، تاكل اكل صحي وتقيس سكر الدم. اذا شفت انه رجع لماذا ممتاز، يعني انه انت من الناس اللي بالامكان ان ان نعيد، لكن اذا بعد اسبوع بعد فتره ما تغير الوضع هنا اذا بمرحله العلاج. وطبعا الطبيب يبدا بمرحله الحبوب اللي تساعد على افراز الانسولين، ما يبدا بالانسولين العاده، برغم انه في والله في نقاش بعض الاطباء يقول لك لا اعطي الانسولين من اول شيء اعطيه، لانه الانسولين عباره عن هرمون تعويضي، ما عندك انسولين يعطيك انسولين، او عندك كميه بسيطه من الانسولين انا بعطيك انسولين مقابله، يعني مو ذاك مشكله. وفي بعض الناس يقول لك انه يثبت السكر اذا كان في مجال انه يتلاشى. لا لا لا، هو ترى الانسولين احد 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 طرق العلاج. نعم. ما في شك يعني. نعم. يعني دكتور بس توضح لي النقطه بس، لان احنا مرض السكر مثل ما تعرف مرض منتشر. نعم. وكل صحيح. واحد تلقى عنده اخ اخ غير. نعم صحيح. الحين بالنسبه انا سمعت من قبل إيه؟ من زمان انا عندي ابوي مصاب بالسكري، فكنت كذا مره احاول عند دكتور عاجل، فقال لو انه ما كان ياخذ انسولين كان ممكن انه في امل انه يشفى، اللي هو مثل ما ذكر اخوي سالم انه في بدايه المرحله الثانيه البنكرياس اذا انا في امل انه هو ممكن انه ما يعتمد او الحبوب المساعده الانسولين اذا اعطيته انسولين من البدايه. نعم. هل في تفكير احنا هل ممكن انه هو يبدا البنكرياس يعتمد على الانسولين الجاي من برا وما يبدا يعالج نفسه؟ هو عاده الطبيب المختص ما يبدا، يعني لابد هناك في اختبارات معينه. لا يعني لان الاراء تختلف من دكتور لدكتور. طبعا ما في شك. حتى ولو كانت الفحوص متشابهه. نعم، رغم انه الان في بروتوكول الان مثلا الجمعيه الامريكيه للسكري واطباء الغده الصماء حاطين مثل البروتوكول، يعني في العلاج يكون هذا العلاج الاول، هذا العلاج الثاني، هذا العلاج الثالث بالترتيب. يعني طبعا هو يبدا اذا ما نفع يعطي مثلا علاجين مع بعض، اذا ما نفع. والان صارت ادويه الان جديده حتى عندنا في قطر، الان صارت ادويه الان صارت الحقنه اللي تعطى اسبوعيا الان، لما تاخذ مثلا حبوب يوميا يعطيك الحبوب بالاضافه الى الحقنه الاسبوعيه، فايضا هذا تساعد. الحقنه الاسبوعيه هذه انسولين دكتور؟ لا مو انسولين، هذا عباره عن هرمون يفرز الجسم، طبعا هذا يكون هو يقل، طبعا هذا طبيعه هذا 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 الحقنه انه يخليك يعني يشتغل على الدماغ، يخليك تشعر بالشبع، الكبد يوقف عمليه تحويل الجلوكوجين الى 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 جلوكوز، ما يسرع في عمليه المعده انها تتخلص من المواد الغذائيه بسرعه. فهل هذا هذا ما لا اي اثار جانبيه دكتور يقلل من لا انا اقول لك الاثار الجانبيه تبدا اي واحد لاول مره يستخدمه يبدا في عمليات الشعور بالغثيان، لكن بعد فتره هذا الشعور يروح. هذه من الحقنه هذه نفسها؟ من الحقنه نفسها. نعم. يشعر بالغثيان. نعم. طبعا هناك في اختبارات معينه، لكن لو كان مثلا احتمال مثلا ان عنده التهاب في البنكرياس من قبل يعني يوقفون اعطاء هذه الحقنه اذا كان عنده التهاب. اذا عنده التهاب في البنكرياس يعاني من التهاب. نعم. البنكرياس. طيب دكتور الفتره الاخيره قمنا نسمع ان قص المعده ممكن انه يخدم مريض السكري، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لكن مو كل الناس. يعني الناس دائما عندهم يا اخي سوء فهم بالنسبه لموضوع قص المعده، نحن دائما في شروط معينه، يعني الاتحاد الدولي للسكري والاتحاد الدولي او الجمعيه الامريكيه حطوا شروط، يشترطوا انه الشخص اللي يحتاج الى قص المعده لابد ان يكون مؤشر كتله الجسم اكثر من 30 تقريبا، قالوا 35% من 32 الى 33 مثلا، لازم يكون مثلا وزنه اكثر من 135 يعني متعلق ايضا في السمنه طبعا. لان انا شفت ناس مش سمين وقص معده، قالوا انا والله لاني انا فيني سكري. قضيه السمنه قضيه جماليه، قضيه في ناس انا على سبيل المثال اقول لك مثلا انه في ناس مثلا عنده وجع دائما في الالم في الظهر، فما يقدر لانه عنده وزن بس نوعا ما ياثر على في يعمل قص المعده، لكن يعني ايضا متعلقه في السمنه ما في شك. لكن قضية فعل الناس اللي كانوا عندهم مثلا اللي كانوا عنده وزن حوالي 140 كيلو وكان عندهم البي ام اي او مؤشر كتلة الجسم حوالي 35، بعد ما نزل الوزن وبالتالي
انتظم عنده السكر وحتى خفف علاج السكر، كان ياخذ الانسولين وقف الانسولين، صار ياخذ حبوب وهكذا. ففعلا انه فعلا يعتبر احد العلاج المتاحه، بس مو لكل الاشخاص. نعم بس هناك ايضا يعني عوامل تساهم في ان السكر يصل الى المستويات الطبيعيه، من ضمنها انه ما ياكل هذا الشخص، يعني في بدايه القصد لقي ياكل اكل خفيف جدا، يعني فارق كبير عن الاكل اللي كان ياكله قبل. يعني اي ما هو طبعا يقل، لانه حجم، انت تعرف القصر ما يقص حوالي 80% من حجم المعده. نعم. فبالتالي ما في مجال انه ياكل يعني بشكل كبير. فلذلك تكون طيب دكتور، خلني بس ناخذ معك يمكن وقت داهمنا ايضا. نعم. ولا الحديث. نعم. مع الدكتور عبد الله الحمق الحقيقه يطول في هذا الجانب. نعم. الجمعيه القطريه للسكري، ما الخدمات التي تقدمها؟ نعم. لمرضى السكري. الجمعيه القطريه للسكري بمؤسسه قطريه احد المراكز التابعه لمؤسسه قطر، نحن نقدم خدمات مجانيه. على سبيل المثال نقوم بتوعيه اي واحد، اي شخص عندنا عياده مفتوحه، اي شخص يجي الجمعيه نوعيه عن امراض السكر، كيف يتجنب السكر. عندنا في الجمعيه حوالي 4 خصائص تغذيه، طلع لانه السكر له ارتباط بالاغذيه، فعندنا خصائص تغذيه. عندنا صالتين رياضيتين، الشخص اللي عنده زمنة او سكري كيف يحافظ على هذا. نعم. اضافه الى طبعا نقوم بتوزيع اجهزه السكر مجانا للناس على الغير القادرين على شراء هذه. طبعا في بعض الاخوان حقيقه من اهل قطر يعني يساهمون ويتبرعون للجمعيه، فنشتري لهم شرايط ايضا مجانيه. طبعا الناس اي نعم، فهذا نحن نقدمه بالاضافه الى الاطفال اللي يحتاجون الى مضخه انسولين. مضخه انسولين مكلفه، تكلف حوالي تقريبا اكثر من 10,000 دولار. مبلغ وقدره. طبعا فبالتالي يكون غير قادر، ورغم انه الطفل بحاجه الى له. فنحن حقيقه عندنا مذكره تفاهم مع صندوق الزكاه، وقبل حوالي شهر ايضا صار عندنا مذكره تفاهم مع جمعيه الهلال الاحمر القطري. جميل. فالشخص الطفل اللي الغير القطري، طبعا القطريين يعني مجانا، لكن غير القطريين الوافدين اذا 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 تم يعني التحقق قبل يعني اخصائي طب الاطفال للسكري، خاصه لسكري طب الاطفال، اذا يرى انه فعلا يحتاج يعطي تقرير طبي يقدمه للجمعيه القطريه، نحن نقوم بالاتصال بصندوق الزكاه او جمعيه الهلال الاخضر، ويكون اعطاء يصرف له مضخه مجانا. الله يبيض وجهك. يعني فعلا جهود تشكرون عليها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعيه القطريه للسكري، شكرا لك وما قصرت. يعني المرض هذا بحر يعني لو الحديث فيه. الله يبيض وجهك دكتور. الله يبارك فيك. شكرا يا دكتور عبد الله الحمق على حضورك على هذا الموضوع. والحقيقه ايضا بس ننوه مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء وبالاخص المقيمين على هذه الارض الطيبه، المسيره يوم الجمعه. نعم، اذا كان هناك احد ابنائهم يحتاج لهذه المضخه بتقرير طبي قدمه لجمعيه السكري. نعم. وهم بدورهم ايضا يتواصلون مع الجهات الاخرى. نعم. وباذن الله يتم صرف هذه المضخه لهذا الطفل. فشكرا للجميع. المسيره متى دكتور؟ يوم الجمعه الساعه 3 عصرا في المدينه التعليميه بمؤسسه قطر. نعم، يوم الجمعه الساعه 3. نعم. العصر مفتوح في الموقع في المدينة في مدينة التعليمية مؤسسة قطر. نعم. في حديقة موجودين بإذن الله يا دكتور. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى هذا الفاصل، ومن ثم نستكمل ما تبقى معنا من فقرات في هذه الحلقة. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وتسعى لتقديم خدماتها وكافة التسهيلات لمن يحتاج. نعم يا أحمد، ومن هذه الخدمات المميزة مكتب خدمات الداخلية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. مع بعض نتعرف وياكم على هذا المكتب من خلال هذا التقرير. يسعى مكتب خدمات الداخلية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتسهيل عملية اللجنة من خلال تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها في إطار التعاون بين مختلف جهات الدولة استعداداً لمونديال قطر 2022
وهو ما يؤكد حرص وزارة الداخلية على أن تكون حاضرة في مثل هذه الأحداث، لما لدورها من أثر مهم وفاعل في تسهيل كل الإجراءات وتقديم كل الخدمات الممكنة. داخلية ما تألو جهداً يعني توفر وتذلل جميع الصعاب بأحدث الأجهزة، أحدث الإمكانيات، تسخرها للمراجعين، ودائماً فيه تحديث لجميع الأجهزة، جميع المعاملات فيه مراجعة حتى للإجراءات. كل ما تكون إجراء صعب نحاول نقلل الإجراء بحيث أنه يخدم أكبر شريحة موجودة في المجتمع. إحنا صراحة هنا في المركز كضباط وموظفين شغلهم الشاغل أنه يخلص المعامل ينجزها في أسرع وقت، واهتمام كثير، يعني لازم نولي اهتمام كثير بالشركات التابعة للجنة، اهتمام خاص، لأن المكتب انشأ لتسهيل إجراءاتهم وما يتعقدون والسرعة في إجراءاتهم، يعني فيكون حرص الضابط على أنه يسهل الإجراءات في أسرع وقت. احنا نتمنى نكون عند حسن ظنهم، ونتمنى نكون خدماتنا اللي نقدمها انها تكون وافيه وشامله ومنجزه في اسرع وقت، بحيث ان ما نتمنى ان المراجع يطول عندنا، ولا نتمنى انه يجي اكثر من مره على معامله واحده. هنا يمكن الاستفاده من العديد من الخدمات التي تقدمها وزاره الداخليه دون الحاجه لمراجعه الدوائر المختلفه، خدمه تؤكد ان الجهد الجماعي والتعاون اساس اي نجاح. كما أنه يؤكد مجدداً أن قطر قادرة على تنظيم واحدة من أفضل بطولات كأس العالم لما تتميز به مختلف جهات الدولة من مهنية وكفاءة عالية وتعاون مثمر. نعم مشاهدينا الكرام، جهود كبيرة ومتناسقة تبذلها مختلف جهات ومؤسسات الدولة من أجل الوصول لمونديال القرن 2022 بأفضل صورة. ومن هذه الجهود المميزة مثل ما شفنا في التقرير، مكتب وزارة الداخلية داخل لجنة المشاريع والأرض. نعم، وللحديث أكثر عن طبيعة هذا المكتب وما يقدمه من خدمات، معنا الملازم محمد سعيد الكعبي، ضابط مكتب خدمات اللجنة العليا للمشاريع والإرث 2022. حياك الله يا أبو سعيد، سعداء بتواجدك. احنا أسعد. مرحبا بك سعيد. أبو سعيد، بالبداية لو تطلعنا على نبذة عن الخدمات اللي تقدمونها. احنا نقدم، الله يسلمك، طبعا أول شيء نقدم خدمات في المقام الأول حق اللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركات التابعة لها، ايضا الاتحادات والاماكن الحكومية الموجودة في البرج نفسه. نعم. احنا نقدم زيارات بانواعها، اللي هي زيارة رسمية، زيارة العائلية، زيارة العمل، الاقامات، اصدار، القاء، تجديد، ايضا مدنيات الخروج، البصمة، الخدمات المرورية ايضا، ومنها الخدمات. نعم. طيب خلينا نتكلم ابو سعيد عن هذا المكتب وعن طبيعة ايضا الخدمات اللي يقدمها للعاملين وللجميع، وبالأخص من يختص في المشاريع والأرث، اللجنة العليا، أبرز الخدمات اللي يقدمها هذا المكتب لهم. نقدم أول شيء، إحنا طبعا نخلي المراجع نفسه ما يكون بحاجة أنه يغادر البرج أو يغادر عمله للمبنى الرئيسي والمراكز الخدم أو للمراكز الخدمية تابعة للجوازات. جميل. نخدمه بجميع الخدمات، وأبرز الخدمات اللي إحنا نقدم لهم تأشيرات الزيارات العالية. هذا يكون عن طريقكم، عن طريقنا احنا، هذا فيما يختص في 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 اللجنة العليا للمشاريع والارث. اي نعم، الموظفين هم يبي يجيب افراد عائلته، يعني جميع المعاملات نقدر نقول، يعني جميع المعاملات الموجوده في الجوازات، احنا نغني انه يطلع يروح المبنى العام. حلو. نعم. ايضا ذكرت انه مش فقط في معاملاته في الجوازات او غيره، حتى في هناك خدمات مروريه ايضا. ايضا في خدمات البصمه والخدمات المروريه. نعم. ونسعى ان شاء الله تطوير وتوسيع الخدمات مستقبلا. ممتاز. طيب لو نتكلم شوي، ان هذا المكتب يعتبر فريد من نوعه عندكم في وزاره الداخليه، لو نتكلم شوي عن مدى تسريع او كيف ساهم في تسريع المعاملات للعاملين وايضا الوافدين اللي يجون عن طريق العاملين المتواجدين في هذا اللجنة العليا. تواجد المكتب هو سهل الاجراءات وبسطها وعطى جوده افضل، وبالتالي صار الموظف لما يجي يخلص اول شيء بيسر بسهوله، قدم له افضل جوده مثل ما ذكرنا، وما يضطر انه يطلع اصلا، ما يطلع من باب، حتى ما يطلع من بيئه عمله. نعم. جميل. هذه خدمات الحقيقة جميلة تقدمونها من خلال هذا المكتب أبو سعيد. طيب خليني أرجع للجمهور، جمهور 2022 مستقبلاً نتكلم، هل هناك أيضاً خدمات ممكن يقدمها هذا المكتب للجمهور القادم إلى دولة قطر؟ بطبيعة الحال طبعاً، هاي هو شيء أساسي. الحين كل ما قرب كأس العالم كل ما زاد ما زاد الشغل، سواء كان يجي الناس من الفيفا، مؤتمرات مسبقة لها،
فاحنا موجودين دائما بهدف تسهيل الاجراءات للجنة العامة للشرع والإرث على جميع الأصعدة طبعاً. على جميع الأصعدة طبعا سواء كان عاملين او حتى ايضا الضيوف اللي يزورون البلد. نعم. اتوقع كل ما اقترب موعد المونديال كل ما زاد العبء عليكم وزاد الضغط في هذا المكتب. خلينا نتكلم شوي عن مدى توقعكم لازدياد عدد المعاملات وغيره عليكم كمكتب، ايضا خططكم لاستقبال العدد وزياده الكميه الفتره الجايه. احنا متوقعين ان العدد يزيد بشكل كبير خصوصا قبل كاس العالم بسنه او بسنتين. نعم. مستعدين على جميع الاصعده جاهزين وباذن الله راح نقدم لهم افضل خدمه. الله يبارك باذن الله تقدمون افضل الخدمات من خلال هذا المكتب. خليني ارجع ايضا الى الامور الامنيه في 2022 وخصوصا احنا اول دوله عربيه تنظم كاس العالم، وهذا شرف لكل قطري وكذلك لكل عربي. هل هناك خدمات امنيه يقدمها ايضا هذا المكتب في 2022 من خلال التواجد الامني في الملاعب؟ لا طبعا احنا حاليا نشتغل بس في تقديم الخدمات في اللجنة العليا، في من ضمن اللجنة العليا لمشروع الإرث في اللجنة الأمنية، هي مهتمة في المجال وشغالة بشكل كبير على جميع الأصعدة وإن شاء الله أنا راح يكون دورها بارز وموجود. إذن هذا الحقيقة اهتمام تولي وزارة الداخلية للجنة العليا للمشاريع والإرث ولكأس العالم 2022 بوجود عدة مكاتب خدمية سواء كانت المكاتب الأمنية وأيضا المكاتب اللي تقدم من خلالها الخدمات للعاملين وكذلك الوافدين في كأس العالم 2022. نشكرهم كل الشكر، نشكرهم على كل ما يقدمونه من خدمات الحقيقة في هذا الصدد. نعم. أبو سعيد خلينا نتكلم ما بعد 2022، يعني مكتب بهذا العدد بهذا ما شاء الله المجهود طيب بهذا المكان المميز اللي هو داخل مبنى لجنة العلم الشرعي والارث، ما بعد 2022 الخطه ايش؟ هل سيستمر عمل هذا المكتب ام سينتقل نشاطه الى نشاط اخر؟ احنا بطبيعه الحال جاهزين لاي عمل سواء كان الان او بعد او بعدين. نعم. طبعا هو بيكون حسب حاجات ومقتضيات العمل ونترك الامر للمسؤولين يبتون فيه في المستقبل. نعم. ولكن اتوقع بما ان العمل لي الوافدين للمقيمين اللي متواجدين اللي يحتاجون هذا المعاملات، اتوقع حتى يعني ما بعد 22 سيكون العمل مستمر، لان بالاول بالاخير انتم يعني شغلكم واضح سواء للجنه او تابع للدوله بشكل عام. صح. والهدف بالاخير خدمه قطر. بالفعل. اكيد. نعم. نقول الله يعطيكم العافيه ابو سعيد على هذا الجهد الحقيقي اللي تقدمونه من خلال هذا المكتب، ولكن من خلال هذه الخدمات اللي تقدمونها تحتاجون افراد في هذا المكتب، كم عدد الطاقم الشغال في المكتب؟ العدد الموجود الان مناسب وكل ما قرب كاس العالم قاعدين نزيده حسب حاجه مقتضيات العمل. هو هنا السؤال، هل راح يكون توسعه، هناك توسعه للمكتب مع اقتراب 2022؟ احنا في المرحله الاولى اصلا كان يعني المكان خلينا نقول اصغر، وسعناه وكل مره يعني حسب حاجه مقتضيات العمل راح نوسعه. اهم شيء احنا عندنا نقدم افضل جوده او افضل جوده للعمل. هو انطلق 2015 تقريبا. اي نعم. بدا المكتب 2015. أيوة. نعم. ومع كل سنه تزداد الحقيقه الجهود في هذا المكتب والخدمات اللي يقدمها للجمهور وكذلك للعاملين والوافدين من خلال هذا المكتب. كلمة تحب توجهها للجمهور أو أيضا للعاملين في لجنة المشاريع والإرث؟ إحنا لا نعلو جهدا في تقديم الخدمات وفي مساعدة الجمهور وتقديم أفضل خدمات، جاهزين وموجودين ونستقبل جميع المعاملات برحب صدر وجاهزين دائما. الله يبيض وجهك. طبعا ابو ثامر احنا نفرح دائما اذا كان في كل منطقه مكتب خدمات، وهذا ما الان الدوله قاعد تسعى الى فعله، وبالفعل متواجد تقريبا في كل منطقه سواء كان جنوب شمال غرب شرق هناك مكتب خدمات. صحيح. فوجود مكتب خدمات في نفس المبنى هذا مبنى لجنة، المبنى نشط جدا ويحتاج العديد من المعاملات اللي دائما مستمره، سهل اتوقع على مكاتب الخدمات الاخرى اللي موجوده سواء الغرافه او غيرها اللي تكون دائما او الرئيسيه اللي تكون قريبه وعليها اصلا عبء وضغط. فمن من تواصلكم المستمر دائما، انتم في تواصل، تواصلكم المستمر كيف تشوف انه خففتوا هذا الضغط على المناطق على مراكز الخدمات القريبه؟ الضغط خف كثير لان احنا حاطين في كل منطقه جغرافيه في مركز واحيانا وبعض المناطق الكبيره فيها مركزين. نعم. بالتالي صار الشخص او المراجع
ما يحتاج يروح المبنى الرئيسي. حتى لو كانت يعني المعامله تحتاج للشخص اللي يروح المبنى الرئيسي احنا ترى نخلصها ونوديها. عندكم صلاحيات انكم شيء وانتم ايضا تكفلون فيها. اي لا صار الحين صارت كل صار كل حاجه الكترونيه يعني الخدمه الالكترونيه حتى احنا تواصلنا مع مسائلنا تكون الكتروني خلاص. بيض الله وجهك الملازم محمد سعيد الكعبي ضابط مكتب خدمات اللجنه العليا للمشاريع والارث، شكرا على كل ما تقدمونه الحقيقه من خدمات سواء كان للجنه العليا للمشاريع والارث ولا ايضا لكل المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبه. الله يجزاك خير. شكرا لك سعيد بيض الله وجهك. الله يجزاك خير. حياك الله يا وسيم. مشاهدينا الكرام فاصل وراجع لكم، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. شهدت النسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2018 الإعلان رسميا عن إطلاق النظام القطري لاعتماد المواد المستدامة من قبل مجلس قطر للمباني الخضراء. معنا اليوم المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء للتعرف اكثر عن هذا الموضوع. حياك الله مشعل. حياك يا مرحبا بكم السنه. حياك الله يا مشعل، سعداء بتواجدك ونقول الله يعطيكم العافيه على كل هذه الجهود اللي تقدمونها الحقيقه. خلينا نتكلم عن نظام الاعتماد للمواد المستدامه، وما هي المواد المستدامه؟ بدايه المواد المستدامه سالت عنها قبل، اللي هي اي ماده نستخدمها في حياتنا في اي مجال، سواء في الصناعه في الانشاءات، لها تأثير على البيئة سواء من ناحية تصنيعها أو من ناحية المواد اللي داخلة في تركيبها ومن ناحية نقلها ومن ناحية أيضا استخدامها. أعطيك مثال، مثلا لو بستخدم أرضيات نفس الأرضيات الموجودة في الاستوديو، في عندي أرضيات كثيرة الخشب مثلا، فيكون عندي خشب من مواد صديقة البيئة، مثلا في نظام اسمه FSC أو الأخشاب اللي صديقة البيئة. شلون يعني؟ في مثلا نظام أمريكي الشركة أو المصنع اللي يستخدم خشب ويزرع مكانه أشجار جديدة يأخذ تصنيف أنه استخدم الخشب هذا وزرع مكانه أشجار جديدة على أساس أنه على قد استهلاكه أو استخدامه هو حافظ على البيئة. عندك على سبيل المثال الأصباغ، مثلا عندك الأصباغ موجودة كثير وتدخل فيها مواد كيميائية بشكل كبير. صحيح. عندنا نوع من الأصباغ اللي هي منعدمة السموم، لأن يعني الأصباغ يدخل فيها مواد سامة مثل الرصاص ومواد الطيارة الأخرى اللي تأثر على البشر على صحتهم. فهذه الأصباغ في فترة تصنيعها تستهلك مواد اللي ممكن التخلص من مواد التصنيع يأثر البيئة لأن تكون فيها سموم عالية. نعم. وأيضا استخدامها يكون مضر في الأشخاص اللي بيستخدمونها، فهذه أيضا لها أنظمة أن الأصباغ نسبة السموم اللي تكون فيها معدومة تكون أيضا لها تصنيف. مثلا كل مادة نستخدمها أو نصنعها تطلق غازات ثاني أكسيد الكربون، فثاني أكسيد الكربون مثل ما معروف أن أكثر غاز اللي هو الغازات الدفيئة اللي تأثر على درجة حرارة كوكب. صحيح. الأرض. فالمواد اللي أنا ممكن أستخدمها وتكون طريقة إنتاجها صديقة البيئة، سواء في استخدام مواد قليلة استخدام مواد معاد تدويرها، مثلا على سبيل المثال عندنا الحديد القطري المستخدم نسبة كبيرة من المواد المستخدمة فيه الحديد المعاد تدويره، فياخذ كريدت أو ياخذ نقاط ان هذا اعد استخدام اعاده التدوير. ونفس الشيء المواد هذه حتى في طريقه تصنيعها نسبه اطلاق ثاني اكسيد الكربون قليله وطريقه نقلها ممكن تاثر على نسبه الموضوع. فمثلا انا لو عندي ماده صديقه البيئه بس انا جايبها من امريكا، طب هي نقلها من امريكا الى الدوحه اكيد استهلك سواء في الطياره او في الباخره ان في غازات انطلقت في عمليه النقل سواء في الطائره او في السفن، فحتى هذه طريقه النقل لها حسبه ونحسب تاثيرها على عجيب. على نعم على البيئه. فكل ماده سواء مستخدمه محليا او مستورده يتم لها طريقه من الحسبه نشوف مدى ضرر هذه الماده على البيئه. على البيئه صحيح. نعم. ففي انظمه تقييم كثيره، طبعا
بدايه احنا كمجلس قطر للمباني الخضراء اطلقنا موقع اسمه دليل قطر الاخضر. كان عندنا فجوه كبيره بين الموردين او صناع المواد هذه وبين المستخدمين او المهندسين او الاستشارين او حتى الملاك. ففي اشخاص في دوله قطر مو عارف ان مثلا في عندنا مواد صديقه للبيئه، اصباغ صديقه للبيئه مثلا، مواد تستخدم في قطاع الانشاءات، شركات توفر الخدمات هذه. فسوينا منصه الكترونيه عباره عن موقع الكتروني اسمه قطر جرين دايركتوري او دليل قطر الاخضر، اللي الشخص ممكن يدخل ويشوف المواد هذه اللي موجوده في دوله قطر، من اللي الشركات اللي توفرها وكيفيه التواصل معها. هي صديقه للبيئه، اللي هي صديقه للبيئه. نعم. بس احنا ما كنا ندخل في تصنيف المواد هذه، طبعا احنا على اساس ناخذ الشهادات من الشركات اللي توفر المواد هذه وحنا نحطها في الموقع الالكتروني. هذه تعتبر نقله متطوره اكثر. طبعا انك تصدر نظام تقييم هذا محتاج شغل كبير، وشركات او اي هيئات متخصصه اللي نقدر نعتمد عليها على اساس ان النظام يكون له كريديبيليتي او له احنا نقول مصداقيه قويه او معترف فيه عالميا. فبدينا في الموضوع هذا وتواصلنا مع مؤسسه اسمها كيرز، هي تعتبر من شركه بريطانيه. كيرز شركه بريطانيه، هي مختصه في تصنيف مواد الانشاءات، فطبعا عندهم خبره كبيره. وعملنا تقريبا على المدى تقريبا اقل من عام على الموضوع هذا، فلله الحمد. يعني احنا المفروض كان ينتهي خلال اخر العام، فخلصنا التقييم تقريبا في اخر شهر 9. ممتاز. فالتقييم هذا طبعا هو حتى منظمة كيرز يعتبر مختص بالنسبة لها أو تجربة مميزة. بنتكلم عن اللي هو العناصر اللي بتدخل في التقييم. نعم. النظام هذا. نعم حلو جميل. احنا نقول الله يقويكم الحقيقة. وأنا يعني أشوف بناء على هالموضوع المواد المستدامة موضوع مهم جدا، وخصوصا بعد التوضيح اللي وضحته أخوي مشعل الشمري، فنقول بيض الله وجهكم على هذا العطاء المستمر. وخلني أيضا أرجع لأسبوع قطر للاستدامة. أتوقع هذا أيضا البرنامج أقمته من حوالي أسبوع. صحيح. نعم. وطبعا مثل ما تكلمت في البداية عن أن احنا أطلقنا نظام التقييم هذا من ضمن فعاليات مؤتمر قطر الاستدامة النسخة الرابعة. طبعا المؤتمر هو الفعالية كافتتاح لأسبوع قطر الاستدامة. أسبوع قطر الاستدامة للعام الثالث على التوالي نفذ الفعالية هذه، اللي هي أسبوع كامل من يوم كانت من يوم السبت اللي هو 27 أكتوبر إلى يوم السبت اللي عقبه اللي هو 3 نوفمبر السبت الماضي. طبعا بداية أسبوع قطر الاستدامة كان عبارة عن جمع فعاليات. أول ما بدأنا من 2016 كنا نسوي فعاليات تنظيف شواطئ، مسابقات مدرسية، مشاريع بحثية بين الطلاب، أنشطة كثيرة. ففكرنا أن احنا هو كان يعني بالمدارس؟ لا هو كان أنشطة كثيرة. لا هو كبداية احنا كنا نسوي الفئة المستهدفة. لا الكل، يعني الفئة المستهدفة لأسبوع قطر الاستدامة الكل. أنا بس أتكلم عن المشاريع أو الفعاليات اللي صارت على أساس أنه يبين الفئات المستهدفة. حلو. فبداية مثل ما قلت لك كان 2016 تقريبا فكرنا إحنا ليش ما نسوي أسبوع يكون فيه فعاليات، بحيث أن إحنا الجهات تشارك معنا اللي حابة تتعرف على مشاريع مثلا أو تنظم فعاليات ومو عارفه شلون ممكن تساهم. فكان كثير اللي يسوون تنظيف شواطئ مثل ما قلنا يعني مثلا فعاليات البسيطه. نعم. فجمعناهم في اسبوع واحد. جميل. طبعا الهدف ان جمع اكبر عدد ممكن من المشاركين، زائد ان حتى الجهات اللي ما عندها فعاليات لما تشوف الجهات الاخرى مثلا مشاركه في الاسبوع هذا يتم تسليط الضوء عليهم، يتشجعون ان يشاركون في الفعاليات هذه. ف 2016 كان عندنا تقريبا بحدود ال 100 فعاليه، 50 جهة مشاركة. 2017 100 فعالية ما شاء الله عليك. اللي وصلنا لهم السنة الفاتت كان عندنا تقريبا وصلنا 200 فعالية ما شاء الله، و100 جهة مشاركة و20 ألف مشارك في الفعاليات. الله. الحمد لله السنة هذه وصلنا 30 ألف مشارك. جميل. وتقريبا 220 فعالية و125 جهة مشاركة. طبعا هذا على مدار السنة؟ لا على مدار أسبوع. مدار اسبوع في اسبوع واحد. صحيح. 30 الف مشارك. 30 الف مشارك كان رقم عندنا. كبير الحمد لله، رقم قياسي والله. يعني كان عندنا 220 فعاليه تقريبا، مسابقات مدرسيه، كان عندنا زيارات ميدانيه، حتى فنادق شاركت معنا، فتحت الجيم، الصالات الرياضيه في اسبوع الاستدامه، الترشيد، تشجيع الاكل الصحي، نمط الحياه الصحي، الرياضه، كان عندنا تنظيف شواطئ. تقريبا كان عندنا 5 سفارات مشاركه، 4 وزارات مشاركه في فعاليه ايضا، مؤتمرات، ورش عمل،
فكان الحمد لله اسبوع حافل في بالفعاليات والحمد لله. وحتى الرسائل كان عندنا وصلت تقريبا وصلنا رسائلنا عن طريق طبعا المشاركه مع اريدو وزاره الاوقاف ما قصروا. الجمعه اللي فاتت كانت الخطب عن الترشيد والاستدامه الى حدود 700 800 الف متلقي لرسائل جميل الاستدامه جميل. فالحمد لله كان نجاح اكيد ورقم مميز كبير ايضا مضاعف عن الرقم العام. صحيح شو مميز فعلا. نتكلم شوي ونرجع الى المبادره. طبعا قطر سباقه في اطلاق المبادره، يعتبر هذا النظام الاول من نوعه على الصعيد العالمي. صحيح. خلينا نتكلم شوي عن اهميه استباقكم الاخرين في تبني هذا النظام. هو النظام بس تكلم تفاصيل الفنية، هو ما يتطرق بس احنا نتكلم عن التفاصيل الفنية للمواد. نعم. النظام المميز فيه عالميا من عدة نواحي. الناحية الأولى هو ما يقيم بس المادة، مثلا لو عندي مصنع أصباغ. نعم. ويصنع أصباغ صديقة البيئة، النظام أول شيء يقيم إدارة المصنع نفسه، أنه يكون مثلا عنده ISO certification أو شهادات معادلة لضمان أن المصنع أو الجهة الموردة المواد هذه تكون تتبع نظام معين، نظام معين لإدارة الجودة. نعم. الموضوع الثاني التفاصيل الفنية المادة، نتأكد نراجع المادة أن تكون صديقة البيئة سواء من ناحية الانبعاثات الكربون أو حس كل مادة وتخصصها. في مواد إلزامية كل مصنع أو كل مورد يلتزم فيها، وفي مواد اختيارية لتأخذ نقاط إضافية لأنه في بيكون نظام نفس نظام النجوم. عندنا شغلة أضفناها جديدة اللي هي عمليات التشغيل، ان عمليات التشغيل تكون ايضا صديقه البيئه، ما يكون مصنع مثلا يصنع مواد صديقه البيئه بس هو يلوث البيئه، ممكن يكون عنده انشطه اخرى او يكون ملوث. يعني مثلا لو ابي مصنع يصنع مثلا مواد اثاث مثلا معاد تصنيعه او صديق البيئه او يستخدم الخشب المعاد تدويره بس مخلفاته تضر بالبيئه اكثر من المنتج اللي هو يصنعه، فهذا جزئيه مهمه ان نتاكد ان ايضا عملياته هو كاستدامه هو متبني الاستدامه او الحفاظ على البيئه في عمليات تشغيليه. وعندنا ايضا ضفنا اللي هو العنصر الاجتماعي، يهمنا ان المصنع او المورد يلتزم في اماكن مواضع معينه. على سبيل المثال توظيف الاطفال، ممكن يكون عندي منتج صديق للبيئه بس ان السلوكيات في التوظيف مثلا ما يدفع رواتب عمال او تكون توظيف الاطفال اللي هو ممنوع عالميا مستخدم في بعض الدول موجود. فيهمنا ايضا حتى الامور الاجتماعيه ان ما يكون يعني الامور تتابعون يعني المنتج واداره طريقه اداره هذه الشركه بشكل عام وايضا طريقه تعامل الشركه سواء اللي هو سلوكيات الشركه الاجتماعيه تكون ايضا داخله في التقييم. فكل عنصر من العناصر الخمسه هذه الرئيسيه يكون لها وزن. طبعا مثل ما قلت في عندنا عناصر رئيسيه تكون الزاميه وعناصر اختياريه اللي تعطي نقاط او نجوم اضافيه. هذه الزاميه على الشركات والمصانع مشعل؟ لا، حاليا احنا كمبادره بدينا النظام هذا غير الزامي، يعني بس يعني هو نظام اختياري، هو نظام اختياري بالامكان تلتزم فيه وبالامكان عدم الالتزام. صحيح. احنا الهدف ان شاء الله يعني التعاون مع الجهات الحكوميه انه يتم تطبيق النظام هذا. ثاني شغله حرصنا ان النظام يكون معترف عالميا، معترف فيه مثلا كيرز هي تعتبر من المؤسسات معترف في انظمتها عالميا. فالنظام هذا لو انت طبقته في قطر في اي مكان في العالم منتجك يكون معترف في تقييمه. بس انا اتكلم هل هناك تواصل بينكم مثلا بين وزاره البلديه؟ احنا كبدايه طبعا خلال لان معلش واقاطك اخوي مشعل، لان مثل هذه الانظمه اللي ذكرت والمواد مواد الاستدامه اللي ايضا تحافظ على البيئه يفترض انه يكون الزامي على الجميع الحقيقه. شوف الموضوع الالزاميه او ان التواصل هذا من ضمن خطتنا، طبعا هو جميل. المرحله الاولى اللي هو تاسيس النظام، تقريبا النظام جاهز. خلال الشهر القادم ان شاء الله اخر السنه بيكون عندنا ورشه عمل مع كل جهات الدوله، الجهات الحكوميه والخاصه. اللي تعمل عندك مثلا عندك كهرباء، عندك اشغال، عندك وزاره البلديه والبيئه، عندك المصانع، قطر البترول، اي جهه تعمل في مجال المواد او حتى البناء ممكن تحضر الورشه هذه وتتعرف على النظام ونبدا نتواصل معهم بخصوص تسويق هذا النظام، يعني او حتى ادراجه. لان على سبيل المثال عندك مشاريع كاس العالم في عندها جزء الاستدامه جزء مهم ايضا. أكيد. كانشاء الاستادات او حتى الالتزامات اللجنه بمعايير الاستدامه، فهذا اكيد راح يوفر مجال
كثير احنا محتاجينها. كذلك هذه من خطة قطر ايضا. صحيح. رؤية قطر أكيد. وكذلك الحفاظ على البيئة لابد ان الجميع الحقيقة يساهم في مثل واحنا حتى بس في, 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 في موضوع تأكد يعني حرصنا عليه ان تكلفته ما تكون مكلفة. يعني في انظمة كانت في شركات تحاول تجيبها مثل عنده منتجات ويحاول يسوقها ان يحاول يتبنى او يحاول انه يصنف منتجه عن طريق نظام تقييم عالمي في بعضها مكلفه جدا. نعم. يعني مبالغ كبيره. احنا حتى نقاشنا مع مؤسسه كيرز ان 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 النظام التقييم يكون سعره معقول جدا مناسب جدا لاي شركه حتى لو منتج صغير او شركه خاصه يعني باديه في الموضوع هذا ممكن ما يضيف عليها عبء مالي. كذلك الجوده ايضا تحتاج اتوقع تركيز. يعني الجوده موجوده الحمد لله مثل ما قلت ممكن يخدم البيئه لكن ممكن تكون جودته اقل. هذا ايضا نقطه مهمه. الجوده في لها معيار. احنا يهمنا ان عمليات الشركه مثل ما قلنا تكون ايزو مثلا او تكون اي نظام ممتاز. يتبع نظام الجوده يكون موجود في الشركه. هذا الزامي ان تكون الشركه تتبع نظام جوده معين وبعدين نبدا نشوف الملفات الثانيه للمنتج. نعم. ممتاز. طيب مش علم نتكلم عن بشكل يومي يعني خلينا نتكلم عن يوميات الشخص بنفسه باحتياجاته للموارد هذه الى اي درجه ممكن يسهم هذا النظام في توفير احتياجات اليوميه للشخص؟ احنا نتكلم عن بالنسبه لقطاع الانتاج والمواد بالنسبه له هو بيفيد اكثر الشركات. نعم. يعني الاشخاص ممكن طبعا احنا اذا كان عندنا منتجات صديقه للبيئه وتم تصنيفها بيشجع الشركات كثيره ان تتبنى المبادرات هذه. نعم. مثال احنا يعني بدايتنا مع مثلا مع دليل قطر الاخضر. كان في شركات حابه تسجل بس ما كان عندها الشهادات المختصه. نعم. ان تسجل فعطيناهم دوره تدريبيه شلون ممكن هو يحول الماده اللي عنده الى ماده صديقه للبيئه وبداوا في الامانه كثير يبحثون عن الطرق البديله وشلون هو ممكن يطور منتجه بحيث المنتج يكون صديق للبيئه. فهذا اكيد بيكون له تاثير حتى على المستهلك ان المواد هذه لما يبدا تقييمها وتبدا منافسه سوقيه بين المواد هذه بتصير متاحه للشخص العادي. يعني انت في عمليه شرائك اليوميه اذا تتعب على اساس تحصل مثلا مواد صديقه للبيئه سواء كان ورق او حتى مواد يعني بناء او غير بناء او اي ماده تكون موجوده بشكل كبير. طيب خلينا نتكلم عن هذا البرنامج بشكل عام. النقاط المعايير اللي وضعتوها متى راح تطبق بشكل عام على الشركات والمصانع؟ احنا ان شاء الله احنا للحين ما بدينا وعندنا طلبات انضمام للنظام هذا. حلو جميل. يعني في الحمد لله في شركات جاهزه يعني لتطبيق المعايير ووصل المراحل المتقدمه. فاحنا الخطه عندنا الحين ان شاء الله خلال الشهرين القادمين اخر السنه بيكون عندنا الورشه التعريفيه وبيكون عندنا نفس ورشه العمل لكل الشركاء نبدا نعرض النظام هذا ونشرح فوائده والفائده اللي تعود على دوله قطر على المجتمع بشكل عام وعلى البيئه. صحيح. نعم للأمانة يعني هذا النظام ضروري تطبيقه في أسرع أقرب وقت خاصة مع ما يعانيه العالم بشكل عام من مشاكل من ناحية البيئة. نعم. ألف شكر المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء. شكرا لك لتواجدك الدائم معنا. الله يسلمك. شكرا أخوي مشعل والله يعطيكم العافية والله يقويكم. وياكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام في موضوع آخر عقد مركز سدرة للطب عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمتخصص في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله أبرز الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية وذلك قبيل افتتاحه رسميا الاثنين المقبل. إنجازات كثيرة وخدمات عديدة عددتها إدارة مستشفى سدرة للطب في هذا المؤتمر الصحفي الذي يأتي احتفاءً بإنجازات المركز قبل افتتاحه الرسمي حيث صنع المركز الفارق في منظومة الرعاية الصحية للنساء والأطفال في أقل من عام. في قسم الولادة عندنا أيضاً الأطباء المختصين بحالات الولادة اللي شوية تعتبر معقدة أكثر مثلاً الحوامل بالتوأم أو حوامل بأكثر من توأم يعني مثلاً ثلاث أطفال أو الحوامل وعندهم الطفل الجنين عنده مشاكل صحية معينة مثلاً مشكلة في القلب. عندنا كذلك قسم النساء عندنا احنا نستقبل حالات الصحة النسائية اللي تعتني بالمرأة في أمور مختلفة. يضم المركز حالياً أكثر من 50 عيادة وقد أجرى منذ يناير الماضي أكثر من 2700 جراحة من أشهرها عملية فصل توأم أجريت بنجاح ولأول مرة في قطر
الخدمات المتوفرة حاليا في قسم الأطفال في سدرة جراحية أو غير جراحية تشمل جميع التخصصات. جراحيا طبعا تخصصات مختلفة من جراحات العامة لجراحات الأعصاب والتجميلية، جراحات الإذن والأنف والحنجرة، كمان في عندنا جراحات العمود الفقري أو العظام. فكل الجراحات المختلفة حاليا تتم من خلال جراحين متخصصين بس في الأطفال. وجاء إنشاء مركز سدرة للطب تحقيقا لرؤية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة سدرة للطب، بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية المتخصصة للنساء والأطفال، حيث يقدم خدمات جديدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. صمم مركز مدى نسخة عربية من برنامج ريكر 7 لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة ودعمهم في مجال القراءة والكتابة والنطق. المزيد في هذا التقرير. انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى، والذي يتضمن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر من خلال تشجيع ابتكار حلول التكنولوجيا، قدم مركز مدى النسخة الرابعة من كليكر 7 لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم في تدشين كليكر 7 وهو الخدمات المساندة التكنولوجية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو صعوبات التعلم. من أهم الأهداف الاستراتيجية بالنسبة لوزارة التعليم والتعليم العالي رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة من الطلاب، وكان من أهدافنا التعاون مع مركز مدى لتوفير هذه النوعية. كثير من طلبتنا يحتاجون لاستخدام التكنولوجيا المساندة لاكتساب كثير من المهارات، رفع وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من استكمال مسيرتهم سواء التعليمية أو حتى الحياتية أو الوظيفية. فمهتم اهتمامنا بالتكنولوجيا المساندة اهتمام كبير لتوفير سبل التطوير والراحة لطلابنا وتحقيق فعلا اللي نصبوا إليه من رفع مستوى التحصيل لدى هذه الفئة. طبعا في إطار التعاون والشراكة بين مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة ووزارة التربية والتعليم، قام مركز مدى بمجموعة من المبادرات المتميزة بهدف توفير التعليم للجميع. إحدى هذه المبادرات اللي حاليا احنا نقوم بتدشينها اليوم إن شاء الله هي مبادرة تعريب برنامج كليكر 7. كليكر 7 طبعا هو برنامج عالمي مختص بتكييف وتسهيل المناهج والبرامج التعليمية والدراسية للطلبة ذوي الإعاقات أو ذوي محدودية الوظيفة. برنامج كليكر طبعا قام مركز مدى بتعريب هذا البرنامج، هو برنامج طبعا كان صدر باللغة الإنجليزية، فقام مركز مدى بتعريبه لتلبية الاحتياجات المحلية في دولة قطر. كليكر 7 برنامج مبتكر للكتابة والقراءة، تم تصميمه لذوي الصعوبات التعليمية لاكتساب وتطوير مهارات الكتابة والقراءة، حيث يتضمن البرنامج عدة خصائص بما في ذلك عسر النطق وقصر النظر وصعوبة الفهم والإدراك. كذلك افتتح في مركز سوق واقف للفنون في الدوحة معرضا فنيا للطفل عامر المنصوري، واحتوى المعرض على مجموعة من الأعمال الفنية الجميلة للفنان. افتتح مركز سوق واقف للفنون معرضا لطفل الفنان عامر المنصوري، ويعرض المعرض أعمالا فنية للطفل مما يعزز دور جميع أفراد المجتمع بكافة أطيافه في قدرتهم على الإبداع، حيث ترجم عامر المنصوري عجزه عن النطق بأعمال فنية هي أبلغ من الكلام.
هذا المعرض الأول من نوعه يقوم بالمركز لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعاً الطفل عامر المنصوري من أطفال التوحد. المركز قام مع جمعية التوحد بدعم هذه الموهبة اللي مثل ما أنتم شايفين عند موهبة التعبير بالرسم. هو الطفل غير ناطق فيعبر عن أحاسيسه بالألوان. يعني ارتعى المركز وبالتعاون مع الجمعية بأن نقدم الطفل عامر للمجتمع يشوفون أعماله، يتعرف أكثر عن آراء الناس في شغله. شغله طبعا جميل فطري، في تعبير يعني من أروع التعبيرات اللي شفناها احنا لأطفال مثل في سنة يعني 9 سنوات. يؤكد هذا المعرض على مبدأ الدمج للأطفال المصابين بالتوحد وعلى قدرتهم على الإبداع في المجالات الفنية المتعددة، كما يؤكد على دور مركز سوق واقف للفنون في إبراز المواهب الفنية في دولة قطر. وهذا تقرير مشاهدينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لاقتراحات واستفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وكذلك الانستغرام وأيضا سناب. ونرحب دائما باقتراحاتكم واستفساراتكم. إلى اللقاء. مع السلامة.